استشهاد فتى خلال مواجهات في قرية المغير، والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة، والسيد الرئيس يستقبل عائلة المناضل المرحوم رحمه الله غسان الشكعة ويستقبل المعزين بوفاته. بهذه العناوين تصدرت الصحف المحلية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 31 من يناير. فأهلا بكم مشاهدين الأحبة في برنامجكم متن الخبر، ليقربكم أكثر إلى عالم الصحافة المكتوبة ولتكونوا أقرب إلى الحدث. والآن لنلقي نظرة لأهم عناوين صحيفة الحياة الجديدة. الحمد لله يبحث مع موغريني اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. وفي جانب هذا الخبر كتبت صحيفة الحياة: مجلس الوزراء السعودي يؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. ومن سلوفينيا، وزير خارجية سلوفينيا للسفير الإسرائيلي: سنعترف بدولة فلسطين قريبا. وهناك ناشطون إسرائيليون يدعون البرلمان الإيرلندي لمقاطعة منتجات المستوطنات. وتناولت صحيفة الحياة خبر آخر: ملادينوف مفتاح أنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني. وفي أسفل الصحيفة: نتنياهو يتعهد أمام المستوطنين بمواصلة البناء الاستيطاني بالضفة. وهناك من وصف الرئيس الأمريكي بأنه سيء وبغيض واعتبره أحد الأمراض المتلفة للدماغ، بخبر تحت عنوان: توماس فريدمان يحذر من مخاطر وعواقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وفي رأس صحيفة الحياة الجديدة في الزاوية اليمنى: الرئاسة تدين الاعتداء الذي تعرضت له بعثة القنصلية الأمريكية في بيت لحم. وأخيرا في الزاوية اليسرى لصحيفة الحياة: قال رئيس وزراء إيطاليا السابق ماسيمو دليما على إيطاليا العمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. مشاهدينا، ومن صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة القدس، حيث أبرزت على صفحتها الأولى: نتنياهو وبنس يضغطان على ترامب لإقرار حق إسرائيل في ضم الكتل الاستيطانية. وتناولت أيضا صحيفة القدس: الآلاف يشيعون القيادي في حماس عماد العلمي. وهناك من ينتصر: محكمة فيدرالية تنتصر لحق الأمريكيين في مقاطعة إسرائيل. ونشطاء يمنعون وفدا أمريكيا من حضور ورشة عمل في غرفة تجارة بيت لحم. مشاهدينا، مرورا في صفحاتها وصلنا إلى محطة جديدة، ففي الصفحة العاشرة مقال لحديث القدس تحت عنوان: تهويد القدس بالاستيطان وعزل المواطنين. وفي متن المقال: مساعي إسرائيل لتهويد القدس لا تتوقف سواء بالاستيطان أو العمل على تقليل عدد المواطنين لضمان أغلبية التي يريدونها، بالإضافة لتحركات أخرى كثيرة تتعلق بالتعليم والأنفاق والتضييق الاقتصادي وغير ذلك. قبل فترة قصيرة أعلنوا في إسرائيل أنهم يخططون لعزل ضواحي القدس التي تقع خلف الجدار، مثل سميراميس وكفر عقب في الشمال، وكذلك مخيم شعفاط إلى الشرق، وعددا من المناطق الأخرى. ويسكن في هذه المناطق نحو 130 ألف مواطن فلسطيني يحملون الهوية الإسرائيلية. وبالأمس قالت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سوف يعلن سيطرته أو احتلاله المباشر لهذه المناطق، تمهيدا لعزلها عن القدس نهائيا، وإقامة مجالس محلية أو بلدية فيها تكون تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر، ولكنها لن تكون جزءا من القدس. وإذا ما تمت إضافة عدد من المستوطنات إلى المدينة المقدسة، فإنهم سيضمنون الأغلبية التي يسعون إليها، وهكذا تكون القدس قد خسرت جزءا رئيسيا من هويتها الفلسطينية، وهو الأمر الذي يستوجب العمل بكل الوسائل للتصدي له وتعزيز الوجود الوطني وخاصة السكاني والإسكاني. وبأسفل هذا المقال في صفحة ذاتها مقال آخر تحت عنوان: يوم التضامن مع شعبنا في الداخل. وفي متن المقال أيضا: الفلسطينيون في الضفة وغزة والداخل وفي المهجر والشتات هم شعب واحد وقضية واحدة، مهما حاولت بعض القوى أو الدول تغيير هذه الحقيقة. بالأمس أقيم اليوم العالمي للتضامن مع أبناء شعبنا في الداخل، وذلك لتوعية بما يعانونه من أوضاع وقوانين عنصرية وتضييق على حياتهم ومدنهم وأرضهم ومساكنهم، رغم كل ما تدعيه إسرائيل من ديمقراطية واحترام للحقوق والقوانين. إن عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ومن أبرز الممارسات العنصرية ضدهم مصادرة الأراضي وهدم البيوت والتمييز في تقديم الخدمات والتوظيف والتعليم، كما أن الميزانيات المخصصة للمدن اليهودية هي أضعاف ما هو مخصص للمدن والقرى الفلسطينية. كذلك لم يقيموا ولو مستشفى واحدا في أي مدينة فلسطينية، وما هو موجود سابقا كما في الناصرة لا يلقى الدعم المالي الكافي،
كما أن نسبة الفقر والبطالة لدى الفلسطينيين هي أعلى منها لدى اليهود. وأنهت الصحيفة: والحقيقة الأكيد أن شعبنا رغم كل هذه العقبات والتعقيدات يقف صلبا شامخ الرأس، يدافع عن حقوقه بكل قوة ويقاوم العنصرية بكل ما يتوفر لديه من إمكانيات وفي كل المجالات والمواقع. نبقى معكم مشاهدين الأعزاء ونستكمل جولتنا في صحيفة الأيام ومن أهم العناوين. عريقات يؤكد لا تواصل أو مباحثات مع إدارة ترامب حتى التراجع عن قرار القدس. وفي جانب هذا الخبر من قناة عبرية: تهديد أمريكي بوقف تمويل الأنروا بالكامل والمس بحق عودة اللاجئين. وكتبت أيضا صحيفة الأيام في جانب الصحيفة: اجتماع وزاري للجنة المانحين اليوم في بروكسل لبحث جهود دعم حل الدولتين عن طريق التفاوض وتمكين السلطة من السيطرة الكاملة على غزة. وكتبت أيضا صحيفة الأيام: نتنياهو يفتتح طريقا التفافية جديدة بالضفة ويتعهد بمواصلة حملة البناء الاستيطاني. وفي أسفل الصحيفة: الحسيني يصرح لصحيفة الأيام: قرار نشر جيش الاحتلال في الأحياء المقدسية مقدمة لضم مستوطنات. وعلى رأس صحيفة الأيام في الزاوية اليمنى هناك خبر عاجل: مصادر في واشنطن: إدارة ترامب بصدد الاعتراف بحق إسرائيل في ضم المستوطنات. متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها. فاصل ونعود. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. كان الأطفال في جميع مراحل ومحطات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هم الضحية الأبرز، ولا تكاد تخلو مواجهة من ظهور المزيد من الشهداء الأطفال الذين يذهبون ضحية العدوان الإسرائيلي، سواء عبر جيش الاحتلال أم أيضا المستوطنين، والذي كان آخرهم ليث هيثم أبو نعيم 16 عاما من قرية المغير، وتظل أسماء بارزة لشهداء من الأطفال عالقة في الأذهان، ولا يمكن أن تسقط من ذاكرة الفلسطينيين جيلا بعد جيل، حتى أصبحوا رموزا للنضال الفلسطيني من أجل الانعطاق ونيل الحرية وتجسيدا لوحشية الاحتلال الإسرائيلي وجبروته وربما لطواطئ المجتمع الدولي وصمته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب هنا بالاستوديو أستاذ عايد أبو قتيش، مدير البرنامج المساءلة للحركة العالمية عن الأطفال. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. أهلا. يوم بعد يوم تزداد أعداد الشهداء الأطفال بشكل خاص، وذلك الاحتلال سابق الزمن لقتل الصغار قبل الكبار، وذلك محاولة لطمس الهبة الجماهيرية مع أنهم يدافعون عن حقوقهم المشروعة، صحيح؟ فكيف تقرأ ذلك؟ يعني بالتأكيد كان في هناك تصاعد في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، وهي عملية تصاعد ابتدت من أكتوبر 2015 سواء فيما يتعلق بعملية الاعتقال في أوساط الأطفال أو في عملية قتل الأطفال. على سبيل المثال خلال 2017 وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل 15 طفل فلسطيني خلال عام 2017. خلال الشهر الأول من 2018 وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل لأربع أطفال فلسطينيين، ثلاث منهم من الضفة الغربية وواحد من قطاع غزة. والمشترك بين عمليات قتل الأطفال جميعهم أنه تم إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، يعني بمعنى أنه بالتأكيد يعني أنه وكمان يعني في الأربع حوادث ما كان الأطفال يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين. يعني في الحوادث السابقة يعني كانت إسرائيل تدعي أنه في هناك يعني محاولات طعن بقوم فيها الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه في الحوادث الأربعة خلال هذا العام يعني ما كان في هناك ادعاء إسرائيلي بعملية الطعن من قبل الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه عملية إطلاق النار كانت بهدف القتل. واللي بشجع على عمليات إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين بهدف القتل هو غياب ثقافة أو يعني شيوع ثقافة الإفلات من العقاب اللي بتمتع فيها الجنود الإسرائيليين. يعني إسرائيل ما بتفتح تحقيقات في عملية قتل الأطفال، وفي حال فتح يعني تم فتح تحقيقات بتم إغلاق هذه التحقيقات دون إدانة أي من الجنود. نعم، ما الذي تفعلونها كمؤسسات لحماية هذه الأطفال الذين يذهبون ضحية العدوان الإسرائيلي؟ يعني بشكل أساسي احنا بنقوم بعملية توثيق لعملية قتل الأطفال الفلسطينيين من أجل يعني مناهضة الإدعاء الإسرائيلي أنه الأطفال بشكل خطر، وعملية يعني إلقاء الحجارة هي بتشكل خطر على أمن دولة إسرائيل. ف
يعني نتاج للتوثيقات اللي بنجمعها بنقوم بتقديم تقارير لجهات دولية مختلفة من أجل الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة عليها. يعني إسرائيل هي دولة طرف تقريبا في كل اتفاقيات حقوق الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال الفلسطينيين ما في هناك يعني أدنى التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات. نعلم أو تلاحظ أنت هناك صمت من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الحقوقية الأخرى لخارج البلاد، كيف يعني لماذا لهذا الصمت؟ لماذا يذهبون هكذا الأطفال الحياة؟ يعني للأسف واضح أنه في هناك يعني ما في هناك إرادة سياسية عند المجتمع الدولي لعملية الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي. مجموعة من الإجراءات اللي ممكن اتخاذها يعني ضد أي دولة بتكون بانتهاك حقوق الأطفال، هاي الإجراءات أو هاي يعني الخطوات ممكن تكون ضغوطات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو غيرها من الخطوات، إلا أنه يعني عندما يتعلق الأمر بإسرائيل واضح أنه كل دول العالم بتضحي بالتزاماتها الحقوقية والقانونية من أجل يعني المحافظة على علاقات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل. يعني استمرار المجتمع الدولي عمليا بهذا السلوك هو بحط يعني قانون حقوق الإنسان برمته على المحك، على اعتبار أن المجتمع الدولي خلال السنوات الخمسين الأخيرة يعني استطاع أنه يرسي مجموعة من المبادئ والمعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنه حتى هاي اللحظة يعني ما في هناك آليات تنفيذية حقيقية لتنفيذ هاي المبادئ والمعايير. والطريقة اللي بتعمل فيها المجتمع الدولي مع إسرائيل هي بتأكد أنه يعني قانون حقوق الإنسان حاليا في أزمة، أنه بالرغم من كل الانتهاكات إلا أنه ما في هناك أي إجراء ضد دولة إسرائيل اللي بتقوم بعملية قتل للأطفال الفلسطينيين، اللي بتقوم بعملية تعذيبهم، اللي بتقوم يعني بانتهاك كافة حقوقهم. فعلى هذا الأساس يعني آن الأوان أن المجتمع الدولي يعني مش بس ينقذ الأطفال الفلسطينيين، ينقذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأنه إسرائيل في يعني عدوانها أو عدواناتها المتكررة على قطاع غزة يعني بالرغم من أنها طرف في اتفاقية جنيف إلا أن سلوكها العسكري يعني كان يعني يشكل انتهاك لكل معايير ومبادئ اللي وردت في القانون الدولي الإنساني. نعم أتوقع أنك توافق الرأي معي أيضا. أتلاحظ أنا بآخر هذه الأحداث التي حصلت عن هنا بالساحة الفلسطينية، هل يشكل هذا خطر الأطفال بالأيام القادمة؟ يعني بالتأكيد الأطفال مش بس في فلسطين، في كل أنحاء العالم، في كل المناطق اللي بتشهد بؤر صراع هم الضحايا الأساسيين للنزاع المسلح في هذه المناطق. يعني لكن نحن نتحدث عن الأطفال هنا يعني بالتأكيد يعني، والأطفال الفلسطينيين يعني أصبحوا هن هدف للاحتلال الإسرائيلي لسببين، أنه يعني في هناك تصور عند الإسرائيليين أنه من خلال استهداف الأطفال بيتم استهداف المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ومن خلال هاي الطريقة يعني إسرائيل بيكون قادرة على تمرير سياساتها سواء الاستيطانية أو غيرها من السياسات بدون ما يكون فيه هناك مقاومة من الفلسطينيين. يعني عملية استهداف الأطفال هي استهداف للخاسر الأضعف في النسيج الاجتماعي الفلسطيني. نعم أشكرك أستاذ عايد أبو قطيش مدير البرنامج المسائل الحركة العالمية عن الأطفال، أشكرك عن انضمامك في برنامج متن الخبر. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في القسم الأخير من برنامج متن الخبر، حيث سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية، ونبدأ من الصحف الأردنية والمزيد مع الزميلة أروى حماد من عمان، أعدت لنا هذه الجولة لأبرز العناوين الإخبارية الصادرة هناك هذا الصباح. نبدأ جولتنا في الصحف الأردنية مع صحيفة الرأي، وفي صفحتها الرئيسية مقتطفات من حوار جلالته مع طلبة من كلية الحسين للدراسات الدولية بالأردنية: الملك للشباب، إذا أردتم الإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا. مشعشع إطلاق مناشدة طوارئ قصوى لدعم الأونروا. وفي العناوين أيضا الكنيسة يقر مبدئيا قانون ضم جامعات مستوطنات الضفة والشهيد واعتقال 56 فلسطينيا. مسيرة في غزة رفضا للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن الرأي ننتقل إلى عناوين صحيفة الغد. جلالته يؤكد على ضرورة خروج المسؤول غير الكفؤ من منصبه فورا. الملك سنركز على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وفي العناوين العربية والدولية، الأونروا تطلق مناشدة ب 800 مليون دولار وتؤكد استمرار عملها لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي عنوان آخر، الأونروا تنتقد البعد السياسي وراء تجميد واشنطن مساعداتها للفلسطينيين. عرقات لا تواصل مع واشنطن حتى التراجع عن قرار القدس. مؤتمر سوتشي يؤكد على سوريا ديمقراطية غير طائفية وقائمة على التعددية. واشنطن تشترط دعم العراق بمؤتمر المانحين بحل الأزمة مع أربيل. وفي عنوان آخر، واشنطن تنشر لائحة لمقربين من بوتين وتلوح بعقوبات. لبرنامج متن الخبر، أروى حماد. شكرا لزميلة أروى، وجولة أخرى في الصحف المصرية والمزيد من العناوين والأخبار مع الزميلة نجوى يونس. أهلا بكم إلى بعض عناوين وموضوعات الصحف المصرية. أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية: دراسة تغيير موعد القمة العربية بسبب انتخابات الرئاسة المصرية. الجمعة يوم غضب شعبي للتأكيد على عروبة القدس. عراقات لا تعامل مع واشنطن في ظل سياسة الإملاءات. وزير الخارجية المصرية يبحث مع الحمدلله مستجدات القضية الفلسطينية. خلال لقائها شكري في بروكسل، رئيسة الاتحاد الأوروبي تشيد بالجهود المصرية لإحياء عملية السلام. إسرائيل تفتح سفارتها بالأردن بعد خلاف دبلوماسي. مصر تستعد لسباق 29 يوما لحل أزمة سد النهضة. الرئيس المصري يستعرض نتائج قمة أديس أبابا بخصوص سد النهضة مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل وسبعة وزراء. الوطنية للانتخابات 20 فبراير القادم آخر موعد لسحب الترشيح واختيار الرموز الانتخابية. 23 شركة عالمية تتقدم لتنفيذ مشروع القطار السريع. المشروع يربط منطقة السخنة مع العالمين مرورا بالعاصمة الإدارية. إنجاز دولي جديد، مصر تقفز 25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة لأول مرة منذ 6 سنوات. استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة 6 فبراير المقبل. افتتاح حقل زهر، أكثر من 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا نهاية العام المقبل. وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة على قلب رجل واحد، مؤكدا ماضون في التحديث وابتكار أساليب جديدة للتصدي للإرهاب والتهريب. خلال مباحثات مساعد الرئيس المصري إبراهيم محلب للشؤون الاقتصادية في بغداد، حريصون على استقرار العراق والمشاركة في مشروعات الإعمار ونقل التكنولوجيا. 5 جامعات مصرية ضمن التصنيف العالمي. ختام فعاليات الاجتماع الرابع للإذاعات الإسلامية. الاجتماع عقد تحت عنوان رد الشبهات وتصحيح المفاهيم الخاطئة. دمتم بخير، نجوى يونس، القاهرة. شكرا للزميلة نجوى، وجولة أخيرة الآن من لبنان والمزيد من الأحداث في تلك الصحف مع الزميلة زينة عبد الصمد. نستهل قراءتنا لعناوين الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت اليوم مع اللواء: أزمة وطنية مفتوحة بعد فجر الفيديو، عون يسامح على الإساءة، وبري تفاجأت بكلام باسيل لأنه وزير خارجية وليس رجل إسقاق. بعد يوم متعثر شهد مقاطعة كلمة لافروف وانسحاب لأطراف من المعارضة، اتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر سوتشي. في صليو عدن رفضوا الدعوات لوقف إطلاق النار وحاصروا مقر حكومة بندغر في قصر المعاشيق. استشهاد فلسطيني في الضفة برصاص جنود إسرائيليين. عريقات لا تواصل مع واشنطن حتى التراجع عن قرار القدس. وإلى ديار محطتنا الثانية من لبنان. ليست مصيبة أن يعتذر باسيل، لكن الاعتذار سيأتي نتيجة الشارع والقوة. هل عدنا إلى الثنائية المارونية السنية على حساب المركز الشيعي في البلاد؟ سقف عون للتسامح وطني، لكن صعب أن نصدق فشل حزب الله في التسوية. وإلى الشرق وقفتنا الأخيرة من بيروت. سباق بين محاولات التهدئة والتصعيد. عون أسامح من أساء إلي وإلى عائلتي. بري لن أسمح بشيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين. تغليب لغة العقل. أرباح عود الصافي 559 مليون دولار. السعودية التسويات مع الموقوفين تخطت 400 مليار ريال. 5 لوائح انتخابية في طرابلس.
ماروني للشرق، لماذا لا يستقيل باسيل أو يقال أمل الاعتذار أو الاستقالة؟ التيار نتجاوب مع تسامح عونة. ترامب يعين لبنانيا وزيرا للصحة. المستقبل العودة إلى الشارع تفسح في المجال للمصطادين. سوتشي تتعثر، تركيا لتمثيل المعارضة وهذه ترفض. لبرنامج متن الخبر، زين عبد الصمد. شكرا لزميلة زينة. ومن لبنان يعود متن الخبر إلى مصدره الأساسي هنا، فشكرا لكم أنتم على هذه المتابعة، ونلقاكم غدا مع أخبار ومقالات جديدة في الصحف المحلية والعربية. في أمان الله.